متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري هنا من داخل مسجد الحصري، حيث يقام الآن مراسم تشييع عثمان المخرج على محجوب والد المطربة نسمة محجوب، والذي وفاته ألمانية بالأمس. والآن يشيع العثمان من داخل مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أعلن خبر وفاته نجلته المطربة نسمة محجوب عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلة: إن لله وإنا إليه راجعون، والدي في زمن. نسألكم خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة. المخرج على محجوب له العديد والعديد من الأعمال الإعلامية، حيث أخرج أكثر من 122 إعلام تلفزيوني مرا مع الإعلامي القدير الدكتور عمرو الليسي في برنامج واحد من الناس، قائلا: أعلن فيه أنه سوف يقوم بعمل سينمائي يشارك فيه مع نجلته الفنانة نسمة محجوب، وقال أيضا أنه هو عاوز يعمل حاجة لذوي الإعاقة. نعاه عدد كبير من نجوم السينما والإخراج، ونعاته أيضا نقابة المهن التمثيلية عذرا نقابة المهن الموسيقية برعاية النقيب مصطفى كامل، سئل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رحم الله المخرج السينمائي علاء محجوب صاحب الأعمال التلفزيونية المعروفة، والتي ظهر مؤخرا على برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، معلنا أنه ينوي إقامة فيلم يجمعه هو ونجلته الفنانة نسمة محجوب، وأنه يريد أن يقدم عمل سينمائي وعمل درامي يخدم فيه ذوي الهمم ويقدمهم بشكل يليق بهم ويقدمهم للمجتمع كان على أنهم نماذج وأبطال شرفاء لهم الحق في كل نواحي. مفيش حاجة أنا حاجة بس ليه؟ ما يفش نعيش لما عشان كده طالع رحم الله الفنان والمخرج القدير علاء محجوب، والذي وفاته ألمانية يوم أمس، حيث تم نقله إلى إحدى المستشفيات قبل وفاته بعدة ساعات قليلة، حيث ظهر عليه بوادر المرض وتم نقله إلى المستشفى، لكن لفظ أنفاسه الأخيرة مستودعا دنيا. وأعلن خبر وفاته نجلته الفنانة نسمة محجوب عبر منصة التواصل الاجتماعي قائلة: إن لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله، نسألكم خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة. نعاه أيضا عدد من نجوم السينما في مصر، ونعته أيضا نقابة المهن
الموسيقية برعاية الفنان مصطفى كامل. سأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقير واسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. زهر الفنان والمخرج القدير على محبوب ونجلته الفنانة نسمة محبوب عبر برنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة، والذي قدمه الإعلامي عمرو الليسي معلنا أنه ينوي إقامة عمل سينمائي يجمعه هو ونجلته الفنانة والمطربة نسمة محجوب، وأنه ينوي أيضا عمل سينمائي يقدم فيه ذوي الهمم للمجتمع بكل قدراتهم وكل إمكانياتهم التي يغفل عنها الجميع، ويقدمهم بشكل يليق بهم أمام أعين الجميع. رحم الله المخرج القدير المهندس علاء محجوب. من لا يعرف المخرج علاء محجوب له العديد والعديد من الأعمال التلفزيونية المختلفة، حيث أنتج أكثر من 122 إعلان تلفزيوني، وله العديد من الأعمال التلفزيونية المتنوعة، حيث ظهر مؤخرا مع الإعلامي الدكتور عمرو الليسي على منصة قناة الحياة وبرنامج واحد من الناس، وأعلن أنه ينوي عمل سينمائي يجتمع فيه هو ونجلته الفنانة نسمة محبوب، ويقدم فيه رسالة وعمل فني يليق بذوي الهمم ويقدمهم للمجتمع على أنهم نماذج قوية تستطيع أن تعمل وتعمل دون أي عجز، حيث أعلن خبر وفاته نجلته الفنانة نسمة محجوب عبر منصة التواصل الاجتماعي، قال إن لله وإنا إليه راجعون وليدي في ذمة الله. متابعينا متابعي موقع بصراحة البرنامج، أسألكم خالص الدعاء له بالرحمة.